خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين؟ اليوم غنقدم لكم بيتزا ديال المحلات، رائعه وزوينه خوتي خواتاتي. البيتزا اللي فيها نص كيلو ديال الفورص الممتاز، كاس ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال دانون، اي دانون، بيضه واحده، معلق كبيره ديال السنيده، كنخلطوها بالماء بارد، كنزيدو عليها واحد القريصة ديال الملحة، صافي، وكنخلطوها بالماء بارد، كنبقاو نخلطو. خوتي خواتاتي، نعاود لكم المقادير هاد البيتزا ديال المحلات: نص كيلو ديال الفرص الدقيق الممتاز، كأس صغير ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال الدانون، اي نوع تاع دانون، معلقه كبيره ديال السنيده، قبيصه ديال الملح، نخلطوها بالماء بارد. دابا يعني ما تجي لينه، ما تجي قاصحه، نجمعوا العجين. وهاد البيتزا كيخلطها ولد الاخت ديالي لانه محترف في البيتزا، يعني كيعرف البيتزا بزاف، وشديتو قلت له ضروري تعجل لي البيتزا ديال المحلات، ودابا هو هو اللي كيعجنها ليا في البوطاجي اللي انا اصلا كنطلق فيه الملاوي، واي حاجه مغسول نقي لاقيه فيه راحتي. دابا ولد الاخت ديالي كيطلق العجينه، دابا من كيطلقها عنشد جوج معالق كبار ديال الزبده وعندوبها. هذه هي الطريقه تاع البيتزا، ها هما جوج معالق كبار ديال الزبده مذابه، اي نوع تاع الزبده، عايز يدلكها مزيان. هذه الطريقة، كاين أنواع ديال البيتزا، العجينة البيتزا، الاول كتخلطوها في اي اناء، ومن كتجمعوها ضروري تطلق في شي بوطاجي، اي حاجه كترتاحوا لها تطلقوها فيها، ولو تكون على طابله عاديه، يعني ما خصهاش تبقى في القصريه او في اناء او اي حاجه، خصها تطلق بحال هكا. دابا منعيد لكها مزيان، ندير لها دوك جوج معالق مذابه تاع الزبده، دلكها مزيان، دابا غيخليها ترتاح واحد دقيقه، معي ماشي بزاف، وغيطلقها بالدلاك. خوتي خواتاتي، دابا هو بدا كيطلقها، كيدير شويه دقائق وبدا يطلقها. كتجي واحد البيتزا، يعني العجين ديالها يا سلام مجربه. من عطلقها مزيان عيديرها في الطاوه، ويتقبها بالفرشيط، كيطلقها بالدقيق وعاب شويه الدقيق وشويه يولي يقلبها ويولي يطلقها، يعني واحد العجين رائع وزوينه.
كديرها في اللاطا طاوة ديال الفران، تقدر بالفرشيط ويدخل الفران. طيبة هاي البيتزا ديالنا اللي كتجي رائعة، شي العجين كي كتجي كتجي رائع وزوين. تقدروا ديروا بيتزا صغيرة، انا دابا درنا جوج، انا بين لكم على وحده يعني اللي عندو راه في الفطار ان شاء الله تقدروا ديروهم نتوما صغيورين، كيجيو رائعين وزوين. المطيشه محكوكه، الفرماج محكوك، البصله ومطيشه والفلفله والمطيشه اللي صوطيتهم في المقله بوحدهم، مطيشه حمراء، مطيشه في خضراء، بصله مشلطه اللي درت لها شويه البزار والملحه شوية الزيت وصوطيتهم، والبصلة اللي حكيتها لاصوص درت فيها العطرية يعني لاصوص راه باينة، وحكيت الفرماج والكاشير والزعتر. دابا انا وريتكم على طريقة العجين، اما كيفاش نعمروها ان شاء الله دابا نوريكم الطريقه ديال بزاف كاين انواع ديال الطريقه ديال البيتزا كيفاش تعمروها. انا درت شويه حكيت ربعة مطيشات، شويه البصله، شويه البزار، شويه المهم ربعة مطيشات حكيتهم، شويه البزار، شويه نقطه ديال الزيت، شويه تاع الملحه، شويه ديال الهريسه عشويه، صافي خليتها كتشحر مزيان. هذا لاصوص، عاد البصله شلطتها بوحدها وزدت معها شي ثلاثه الفلفلات منوعين الصفراء والخضراء، وثاني درت لهم نفس العطريه شحرتهم مزيان. ثم شفتوا لاصوص تاع مطيشه درت فوقو الفلفله اللي